من فترة العالم وإحنا عم نعيش بخوف وقلق وحبس، يمكن كمان مرات بعد ما كنا عم نعيش حياة طبيعية، بنطلع متى ما بدنا وهم نرجع متى ما بدنا. ولكن بعد ظهور المرض وباء كورونا حياتنا كلها اختلفت، حياتنا الاجتماعية تضررت وأشغالنا توقفت، وحتى كنائسنا للأسف في بعض الأحيان تسكرت. ولكن كمان لحسن الحظ ونشكر ربنا وكمان بجهد العلماء انه صار عندنا بين ايدينا اليوم لقاح، ويبدو انه هو الحل الوحيد اللي موجود بين ايدينا ليكون هو الخلاص لنا من الحال اللي عم نعيشها اليوم، الخلاص من الخوف وخلاص من السجن اللي عم نعيش فيه نوعا ما. ويمكن اللي عم نعيشه اليوم هو شوي بيشبه اللي عاشوه الرسل قبل 2000 سنة. هالرسل ال 12 اللي كانوا عايشين مع يسوع المسيح وبتنقلوا معه بطريقه بحياه طبيعيه كمان، وين عم بيروح؟ بيروحوا معه ببشروا العالم. ولكن بعد 40 يوم من قيامه يسوع المسيح، هذا المسيح بيرتفع من بيناتهم وبلش هذا الخوف يتغلل بنفوسهم، لدرجه عم نشوفهم بالعليه بحبس وسجن زي ما احنا محبوسين يمكن اليوم. ولكن كانوا موعودين بإشي يعطى لهم من يسوع المسيح وهو الروح القدس، شوي بيشبه اللقاح اليوم، وكأن الروح القدس هو الحل ليخلصوا من الخوف والسجن اللي هم كانوا مكبلين فيه. إذن اللي هو موضوعنا عن العنصرة اللي عم نحتفل فيه بهاي الأيام، وموضوعي رح يكون عبارة عن تأمل وتحليل للنص وأيضا إسقاط على الواقع اللي عم نعيشه اليوم. ورح ينقسم موضوعي إلى 5 أجزاء بسميهم: خوف وانتظار، ألسنة من نار، شجاعة وانتصار، سماع أو استماع وانبهار، وبعدين بختم بإعادة باختصار. والنقطة الأولى خوف وانتظار. منشوف بالنص أنه التلاميذ حبسين حالهم يمكن بالعلية منتظرين تحقيق وعد يسوع المسيح لإلهم أنه رح يرسل إلهم المعزي الآخر، وهو اللي رح يعطيهم قوة للتبشير، وما تفارقوا أورشليم إلا لما يجيكم الروح القدس. ويمكن نتساءل أنا وياكم اليوم، ليش فعليا التلاميذ كانوا حاسين بخوف؟ شو الإشي اللي خلاهم يحسوا بخوف بهاي الفترة؟ ممكن يكون هو غياب يسوع المسيح السند والمعلم اللي كانوا يسندوا عليه بكل الأمور الصعبة، فجأة ببطل موجود بيناتهم. يمكن لأنه ما كانوا فاهمين، أوكي المسيح وعدهم بروح القدس، ولكن هل فعلا التلاميذ كانوا فاهمين شو عن الروح القدس وشو دوره وشو رح يعمل فعليا بيناتهم؟ وممكن كمان إذا بدي أفكر بسبب ثالث يخليهم حاسين بخوف، هو انتقال أو تغيير في نوع الإيمان اللي مطلوب منهم يآمنوا بهاي الأيام، لأنه كانوا بيآمنوا بشخص يسوع المسيح اللي لمسته إيديهم واللي شافته عينيهم واللي كمان كانوا عايشين معه وملموس. ولكن هلأ صار مطلوب منهم أنه يتحول هالإيمان من إيمان منظور بشيء ملموس يسوع المسيح إلى إيمان غير ملموس بشخص غير محسوس، وهو الروح القدس اللي فعليا ماديا هو ما بنقدر نقيس وجوده إلا بأثر عمله علينا اليوم. فيمكن انتقال هالإيمان من إيمان محسوس سهل إني آمن فيه لأني شايفه قدامي، لإيمان فعليا أنا مش قادر أشوفه بالعين المجردة أو العين الإنسانية، فهذا الإشي ممكن يخليهم برتبكين شوي لأنه هذا الإيمان جديد عليهم. وسؤالي هو بهالقسم من موضوعي، شو الإشي اللي بخوفني اليوم؟ شو الإشي اللي بخوفني؟ هل الماضي؟ هل أنا عم بعيش أو عشت خبرات بالماضي بعدني خايف ومحبوس فيها ودائما تدفعني للخلف مش قادر أعيش اللحظة الحاضرة في يوم اليوم؟ أو هل خايف من الحاضر؟ هذا الحاضر اللي شوي مرتبك، العالم ضاجة، مرض ووضع اقتصادي كثير سيء، وكنا نعترف أن الوضع الاقتصادي فعليا يمكن ما ببشر بالخير، أو يمكن خايف من مستقبل
مش واضح، مش قادر أشوفه اليوم فعليا بناء على الماضي والحاضر اللي عم بعيشه فعليا. المستقبل كمان ما بيدعو كثير للتفاؤل، يمكن أنا ما بدي أكون كثير سلبي، ولكن لما أطلع شوي على المستقبل بحاجة كثير لتعب وجهد. يمكن أنا خايف شوي من المستقبل. وبترك بين إيديكم كمان السؤال، أنت فعليا من إيش خايف اليوم؟ شو الخوف الرئيسي بحياتك اللي بخليك مكبل ومسجون بحياتك اليوم، مش قادر يدفعك لقدام خطوة؟ النقطة الثانية، عم بحكي عن ألسنة من نار. هون أكيد عم بحكي عن الألسنة اللي ظهرت على التلاميذ بالعلية وهو الروح القدس. ويمكن هون بدي أحكي بهذه الجزئية عن أشكال أو طرق إعلانات ربنا عن نفسه أو كشف ربنا عن ذاته. بنشوف ربنا بيكشف عن حاله بطرق كثير مختلفة دائما. بنشوف بالجنة ببداية التكوين هذا الشخص الصديق اللي بيمشي مع آدم وحواء بالجنة، يمشي في الجنة زي ما بيحكي الكتاب المقدس بالتكوين. وكمان بنشوفه بإبراهيم بصوت عم بيسمعه إبراهيم. وبنشوفه كمان بموسى بهاي النار أو بالشجرة المحترقة، هاي النار الموجودة بالشجرة. بنشوفه كمان بإيليا اللي كان بيستناه بالعواصف ولكن ما سمعه، ما كان موجود بالعواصف بالنار وما كان موجود بالنار، ولكن أتى لإيليا بريح أو نسيم خفيف. وكمان بنشوفه بأقوى إعلاناته، وفي زي ما بيحكي الكتاب المقدس في ملء الزمان أعلن يسوع المسيح أو أعلن ربنا عن ذاته في التجسد. وهون عم نوصل لمرحلة إنه الله يعلن عن حاله بالروح القدس بطريقة ألسنة بالنار. وبعد تحليل النص بفكر اليوم على واقع اليوم، فعليا كيف ربنا عم بيكشف لحاله اليوم إلي أنا كإبراهيم أو أنت؟ أكيد يمكن الألسنة اللي نزلت على كل تلميذ بقدر أحكي إنه هون تكميلا لرسالة يسوع المسيح اللي بيحاول يحكي لنا إنه الله تغير. خليني أوضح إنه الله تحول من إله شعب إله إسرائيل لإله شخصي وليس إله شعوب، صار إلهي أنا شخصيا يدعوني باسمي. فاليوم عم بسأل أنا فعليا كيف بقدر أشوف ربنا بيكشف حاله لإلي اليوم؟ محتاج شوي لهدوء وأسمع وأحاول أدرس الواقع وأدرس لمسات ربنا اللي مرات بتكون لمسات لطيفة أو بنسمة خفيفة. محتاج أني أنصت شوي حتى أشوف ربنا اليوم كيف بيعلن إلي أنا شخصيا عن حاله وبيحاول يحكي معي. والنقطة الثالثة بموضوعي عم بيحكي عن شجاعة وانتصار. بعد ما الروح القدس أعلن عن ذاته بطريقة الألسنة بالنار زي ما حكينا قبل شوي، واللي زي ما بيحكي النص المقدس إنه امتلأ أرجاء المكان بحضور الروح القدس، صار في دور على التلاميذ حتى يتفاعلوا مع هذا الإعلان أو هذا الوجود أو هذا الحضور الإلهي بالروح القدس. فالتفاعل التلاميذ كان ضروري جدا ليصير في قيمة لهذا الإعلان، لأنه بدون تفاعل التلاميذ وقتها كان فعليا ما صار إشي. ولكن تفاعل التلاميذ مع الحضور الإلهي وأخذوا هذه القوة من الروح القدس وبلش يعلنوا البشارة بموهبة الروح القدس اللي أعلنت بهذيك الفترة وهي الألسنة. كل واحد صار يحكي بلسان مختلف عن اللسان اللي هو بيحكي فيه، وفعليا كما واضح من النص كمان إنه هذا اللسان أول مرة أو هاي اللغة أول مرة هذا التلميذ عم بيحكي فيها. فهذا التفاعل هو مطلوب مني اليوم. أكيد زي ما حكينا إنه الله يتكلم معي بطرق مختلفة حسب الشخص، أنا بحكي معي بطريقة مختلفة عنك وعنك. فالله دائما بينتظر مني تفاعل مع هذا الكلام أو هذا التواصل. كيف التفاعل؟ بإني أسمح فعليا للروح القدس إنه يعمل فيي بحياتي اليوم، إني أسمح إنه يكون هذا الجسد المقدس اللي أنا أحمله اللي ربنا باركه وبحكي لي إنه هذا الجسد هو هيكل للروح القدس. وهذا الاختلاف يمكن على الهامش، هذا الاختلاف اللي كان بين العهد القديم ما قبل موت وقيامة يسوع المسيح وما بعد، إنه كان زمان الروح القدس يحل على رجال الله أو نساء الله، يحل وبعدين بيروح، بينزل بيعمل مهمة وبروح. ولكن بعد نعمة الفداء بيسوع المسيح صرنا سكنة للروح القدس، يعني بحل وبيبقى فينا ما بروح.
وهذا الإشي الروح القدس بيثبت وجوده فينا أو تفاعلنا معه هو بوجود ما نسميه بالمواهب وثمار الروح القدس. مواهب الروح القدس اللي كلنا بنعرفها الموجودة بسفر أشعياء، وكمان بيحكي عنها القديس بولس برسالة كورنثوس الثانية، والثمار الروح القدس اللي موجودة كمان برسالة بولس، في رسالة بولس الأهل غلاطية الفصل الخامس من الآية 22 23. من خلال المواهب وثمار الروح القدس هي الدليل على أني أنا فعليا عم بحيا حياة روحية، عم بعطي للروح القدس مجال في حياتي أنه يثبت وجوده وأنه يجعلني فاعل بهاي العلاقة المحبة وهذا التفاعل اللي حكينا عنه مع محاولة الاتصال معي. إذن مطلوب مني اليوم أني أتفاعل مع الروح القدس وأعطيه مجال أنه يشتغل معي من خلالي مع الناس واللي حوالي والمجتمع اللي أنا عايش فيه. النقطة الرابعة استماع وانبهار، وهذا بنشوفه بردة فعل الناس اللي سمعوا التلاميذ بيحكوا كل واحد بلغته، وهون بنشوف مفارقة أنه كمان ردة فعل الناس متفاوتة. ناس، وأول ردة فعل كانت أنه فكروهم سكارى، أنه هذول سكرانين. فدائما أول ردة فعل لأي إعلان جديد كمان أو أي رسالة جديدة هو النكران والرفض، وهذا بنشوفه كمان بردة فعل الناس اللي موجودين، إنه رفضوا إنه هذول مالهم شو عم بيحكوا، هذول بيحكوا إشي غريب وبيحكوا بألسن غريبة، هذول جليليين كيف عم بيحكوا بلغتنا. فيبدو إنه كمان بحياتنا اليوم مع تفاعلنا مع الروح القدس و ظهور ثمار ومواهب الروح القدس وإعلان البشارة المطلوب مني اليوم إني أعلنها في المكان اللي أنا عايش فيه من خلال سلوكي يمكن، وإني أكون مثال قدام الآخرين بإني أنا شخص مسيحي أحيا الحياة المسيحية وبسلوك مسيحي بوجود الروح القدس في داخلي، دائما في أول عملية وهي عملية الرفض. وهون تيجي قوة الثبات وقوة ثباتي في هذا الإيمان زي ما بيحكي كمان قديس بولس، ثبات المسيح. فمطلوب مني كمان اليوم حتى لو أنا أرفض من المجتمع اللي حولي ممكن بطريقة ما معلنة أو غير معلنة، ويمكن عم نشوفها بفترة من الفترات مرقت مش من زمان، ولكن أنا بثباتي أعلن أني أنا شخص مش مؤمن ضعيف ولكن مؤمن قوي بالشخص اللي أنا بآمن فيه وهو المسيح ملك الملوك ورب الأرباب، وأنا ابنه، ابن هذا الملك. فمقابل هالرفض اللي عم بيصير ولكن بثباتي هذا التغيير، هذا الإشي اللي راح يصير في تغيير مع الناس المقابلة لما يشوفوا الثبات، لما يشوفوا المثل الصالح اللي أنا عم بعيشه أكيد راح يصير في تغيير، راح أنقل زي ما صار مع التلاميذ، انتقلوا من العلية انه ماخذين المسيح إلهم لحالهم لانه يعلن البشارة لكل العالم، فصار هون المسيح للأمم كلهم، وانا بثباتي اعلن المسيح كمان، لا ما بيصير بس إلي ولكن بيصير لكل الناس اللي عم بيسمعوني اليوم. النقطة الخامسة عم بحكي عن مراجعة واختصار او إعادة باختصار. برجع بعيد الاشي اللي حكيته باختصار، أنا بكون خايف من كثير أشياء بحياتي عم بعيشها اليوم، ولكن الروح القدس والله بيحاول دائما يحكي معي ويشجعني ويحكي لي أنا معك اليوم، أنا ما راح أتركك. زي ما بيحكي الكتاب المقدس، ناقشتكم على يدي وأنتم في حدقة عيني، من يمسكم يمس حدقة عيني. فهون هذا الشعور اللي بيجيني بالأمان، لازم يكون في كمان ردة فعل وتجاوب مع هاي، مع هالنداء دعوتك باسمك. هون أنا بتفاعل معه وببلش يحيا الروح القدس في داخلي والثمار ومواهب الروح القدس تظهر فيه. يمكن ألاقي ردة فعل رافضة ولكن بالثبات بصير في تغيير فيه وفي المجتمع اللي حوالي. إذن شو العنصر اليوم؟ العنصر اليوم إني أعطي مجال للروح القدس إنه يشتغل فيه. هذا الوقت اللي فعليا صار دور للروح القدس إنه يعمل فيه، أنا الشاب المسيحي اللي عايش في المجتمع اليوم مطلوب مني أني أعلن حضور الله من خلالي لكل الناس اللي حولي، وفيها وهون فعليا فقط بقدر أعيش العنصرة مش بس من 2000 سنة ولكن اليوم. فإذا بدعوكم وبدعو حالي أكيد أني أعيش العنصرة اليوم بأني بعيد وبكرر أعطي مجال للروح القدس أنه يشتغل فيي بطريقة خاصة شخصية فيي أنا
ما بتشبه أي حدا ثاني، رسالة خاصة ربنا بيحاول يوصلها من خلالي لكل العالم اليوم. فكلمة أخيرة، خلي الروح القدس يشتغل فيك، خلي الروح القدس يشتغل فيي لنبني فعليا ملكوت الله على الأرض قبل ما يكون في السماء. والله معكم.